علم الامبيدد سيستم بقى داخل في كل جوانب حياتنا، من اول العربيه لغايه الاير كونديشنر. حتى وانت قاعد دلوقتي هتبص تلاقي ان حواليك اكتر من امبيدد سيستم. طيب ايه الامبيدد سيستم ده وجه منين؟ عشان نعرف قصته لازم نبدا بالكمبيوتر. الكمبيوتر اللي احنا بنستخدمه كلنا تقريبا بيعمل 3 حاجات اساسيه. اول حاجه بيعمل شويه كالكوليشن، تاني حاجه بيعمل كنترول على بعض الاكشنز اللي عندنا، تالت حاجه بيعرض الريزلتس عندنا سواء على المونيتور او غيره. طيب دلوقتي نفترض ان انا حبيت اطبق الكمبيوتر ده على امبيدد سيستم زي الاير كونديشنر، ايه اللي هيحصل؟ هنفترض دلوقتي ان انا عندي سنسور بتاع درجه حراره بيدخل لي درجه حراره الكمبيوتر، وبيبدا ان انا استقبل الاوامر بتاعه اليوزر ويبدا ان هو يشوف درجه الحراره المفروض يحصل ايه. هيعمل التلات حاجات الاساسيه، هيعمل الكالكوليشن بتاعتي لدرجه الحراره ويشوف ايه المطلوب، يبدا ان هو ياخد الاكشن اللي انا عايزها سواء يرفع درجه الحراره او ينزلها ويثبتها، يبدا ان هو يعرض لي الريزلتس اللي حصل. طب الكلام ده مش عملي، جهاز الكمبيوتر قريب جدا من الاير كونديشنر في السعر، فبص الاقي ان الاوفرول برايس بتاعي بقى عالي جدا، يبقى السيستم ده هيبقى غالي وعلى الفاضي لان انا ما بستخدمش كل امكانيات الكمبيوتر دي. طب تعالى نشوف الكمبيوتر فيه ايه. فيه هاي بروسيسنج انا مش بستخدمها، في مين ميموري كبيره انا ما بستخدمهاش، في هارد انا ما بستخدموش، في كلام كتيره جدا انا ما بستخدموش، وفي نفس الوقت بيستهلك باور عاليه جدا لحاجه انا مش عايزها. طيب انا اعمل ايه؟ الكمبيوتر دلوقتي انا لقيته ان هو مش نافع، يبقى انا لازم اشوف بديل ليه. هعمل ايه؟ هاجي اشوف السيستم بتاعي محتاج ايه. السيستم محتاج بروسيسنج بسيط، محتاج ميموري بسيطه جدا، ومحتاج انترفيس بسيط معاه ان هو يزود او يقلل درجه الحراره. هاجي ادور شويه في علم الامبيدد سيستم، ابص الاقي ان انا عندي حاجه اسمها مايكرو كنترولر. مايكرو كنترولر ده عباره عن كمبيوتر بس مصغر، فيه امكانيات اقل بكتير من الكمبيوتر، في ميموري بسيطه، في بروسيسور بسيط، في حاجات كتيره جدا بسيطه، لكن هو مناسب جدا ان هو يعمل المطلوب منه في الابلكيشن دي، وفي نفس الوقت سعره بسيط جدا، يعني يعتبر جزء صغير جدا من سعر الكمبيوتر. يبقى انا كده هجيب المايكرو كنترولر بتاعي مع شويه سيركتس بسيطه احطها جوه الاير كونديشنر بتاعي، يبقى كده عندي امبيدد سيستم. وفي نفس الوقت امبيدد سيستم ده بقى سعره ممتاز جدا لان الكنترولر بتاعي بقى سعره بسيط جدا بالنسبه للاوفرول برايس، يبقى انا كده حققت اعلى افشنسي للسيستم ده. طيب لو جينا نقارن بين الكمبيوتر وامبيدد سيستم، الكمبيوتر ممكن ان انا انفذ فيه تاسكس كتيره جدا حسب اللي انا برمجه، حسب مثلا انا عايز ايه ابدا اديله اوامر وهو ينفذها، لكن غالبا الامبيدد سيستم بيبقى معاه بعض السيركتس والسنسورز بينفذ مهمه واحده بس غالبا زي الاير كونديشنر ان هو يتحكم في درجه الحراره او ايا كان الامبيدد سيستم اللي انا بستخدمه، غالبا بيبقى له مهمه بينفذها كل الدايره بتتعاون انها تنفذ المهمه دي. عشان كده في الكمبيوتر انا بحتاج هاي ريسورسز لان انا مش عارف التاسك اللي هتطلب مني عباره عن ايه، فلازم ابقى جاهز ليه. لكن في الامبيدد سيستم انا عارف السيستم بتاعي مطلوب منه ايه، عشان كده انا محتاج ريسورسز على قد السيستم بالظبط. فعلشان كده انا بستخدم الامبيدد سيستم في الحاجات اللي مطلوب منها حاجه واحده بس. طيب دلوقتي الكمبيوتر هلاقيه ان هو بيستهلك باور عالي جدا، فدي حاجه مش مناسبه معايا لان احيانا في امبيدد سيستم زي ريموت كنترول مثلا بيشتغل على بطاريه. ريموت كنترول اللي بيشتغل على بطاريه ما ينفعش يستهلك باور كبيره والا البطاريه تفضى بسرعه، فعشان كده لازم اخد بالي من استهلاك الباور بتاعه. الكمبيوتر مثلا بيحتاج تبريد كبير جدا زي ان احط له مروحه او فريون او ايا كان، لكن الامبيدد سيستم على عكسه بيستهلك باور قليله، فبالتالي الهيت ديسيبيشن بتاعه اقل بكتير وبيحتاجش كولينج زي الكمبيوتر. لو جينا بصينا على حاجه زي العربيه اللي احنا بنستخدمها كل يوم، هنبص نلاقي ان فيها اكتر من امبيدد سيستم، مش امبيدد سيستم واحد. ممكن تلاقي امبيدد سيستم في الفيول انجكشن، ممكن تلاقي امبيدد سيستم في الكنترول بتاع العربيه نفسه، ممكن تلاقي امبيدد سيستم في اماكن كتيره جدا. وكل ما التكنولوجي بتاعت العربيات بتزيد كل ما الامبيدد سيستم فيها بيزيد. طيب دلوقتي لما نيجي نشوف الامبيدد سيستم، الامبيدد سيستم بيتكون من حاجتين اساسيين. اول حاجه هاردوير، ان انت تعمل البي سي بي الخاصه بيها والدائره الخاصه بالكنترولر بتاعك وتبدا تصممها وتجهزها كده، وتبدا انك انت تتعامل مع مجموعه من السنسورز اللي هتجيب لك الداتا اللي انت عايز تتحكم فيها. تاني حاجه السوفت وير، السوفت وير مهم جدا لان هو الحاجه الاساسيه اللي انا بنفذها. انا عايز اعمل ايه في السيستم؟ عايز الاير كونديشنر يتحكم في درجه الحراره، هاخد الداتا كلها في السوفت وير وابدا اعمل برنامج ان هو يأوبتمايز درجه الحراره في الاوضه مثلا او يعمل اي حاجه من الحاجات دي. يبقى السوفت وير والهارد وير الاثنين مع بعض مهمين جدا في علم الامبيدد سيستم. طب دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ اول حاجه هنبدا نراجع شويه على الالكترونكس وعلى البي سي بي ديزاين، من هنبدا ندخل على السوفت وير ونراجع على السي شويه، نبدا ان احنا نتكلم في الكمبيوتر اركتكتشر ونفهم بقى جوه الكمبيوتر شغال ازاي، الميموري، البروسيسور، الكلام اللي جواه ده، التكنولوجي المختلفه اللي جوه البروسيسور دي، حاجات تفرق معاك جدا وانت بتشتري امبيدد سيستم. امبيدد سيستم هيبقى معاه داتا شيت كده بتقول لك ده في كذا وفي كذا وفي كذا،
عشان تبقى عارف هتشتري ده ولا ده لازم تبقى فاهم كويس جدا كمبيوتر اركتكشر. بعد كده نبدا نعرف مثال من امثله امبيدد سيستم هو المايكرو كنترولر. المايكرو كنترولر هنبدا نعرف هو عباره عن ايه، نبدا نعرف ازاي نبرمجه وازاي نتحكم بيه في ابلكيشن، ونبدا ان احنا نعمل ابلكيشن صغيره عباره عن مايكرو كنترولر وسنسورز والكترونكس. بعد كده فهمنا ايه هو المايكرو كنترولر، نبدا ان احنا نتعامل مع اكتر من امبيدد سيستم. امبيدد سيستم يكلم امبيدد سيستم تاني ويبدا ان هم يفهموا بعض عن طريق كوميونيكيشن بروتوكولز، وده موضوع مهم جدا. نبدا ان احنا ندخل في توبيك جديد هو الامبيدد سي، ازاي نوبتمايز السي اللي عندنا بحيث انها تبقى مناسبه للامبيدد ابلكيشن اللي انا بشتغل عليه، وازاي اعرف داتا استراكشر والجوريزمز تقدر تساعدني طول ما انا شغال في الامبيدد سيستم. ونبدا نعرف حاجات مختلفه عن المايكرو كنترولر وسيستمز ثانيه جوه الامبيدد سيستم زي الاف بي جي اي او حاجات زي كده، هتبقى انترودكشن. وطبعا ده مش الكورس بس، ده اوت لاين بسيط كده احنا ماشيين عليه. طول ما احنا ماشيين في حاجات جديده اكيد هتظهر في النص، هبدا احطها في النص وابدا ارتبها عشان نبقى ماشيين بتسلسل مظبوط. علم الامبيدد سيستم علم ممتع جدا، لانك ببساطه بتتنقل من انك انت تبقى يوزر عادي لشخص يقدر يصمم الحاجه اللي انت بتشتغل عليها. ببساطه لو جات لك فكره ديفايس معين عايز تنفذه، هتبدا تفكر فيه، تبدا انك انت تشوف هو محتاج ايه وتبدا تنفذه، وممكن تبني شركه كمان عليه لو هو ديفايس كويس جدا ونفذته بشكل مظبوط. في نفس الوقت العلم ده ما فيهوش اي حفظ، كله مبني على الفهم وكله لوجيك، كله لو انت فهمت الفيديو ماشي ازاي مش هتحتاج ترجع له تاني ولا تبص عليه تاني، انت خلاص فهمت الكونسبت خلاص كده. اتمنى الفيديوهات تبقى ممتعه ان شاء الله، ولو في اي تعليقات او اي مشاكل في الشرح ياريت تسيب كومنت.